ناو هسه واضحه ان شاء الله. هسه بعد عندنا مثل قلنا فور من يقلش ايضا فور مانس لمده اشهر، فور ييرز سينز مثلا يقلش ويطيش هنا سنه، هذا الشيء يدللن على تايم. اوكي ذني كلهن اللي حكيناهن هسه شيء يدللن على يمن على تايم. اوكي بعد عندنا شني هسه ناخذ جمل. هسه عرفنا بان شني بان اول احنا قلنا بان الظروف المتسلسله اول واحد يا هو المنر، يعني اول ما يجي اذا لقينا باي باس اون فود، وقلنا ذنيك القديمات باي ركشة باي اندر جراوند تحفظيهن ذني لان وزاريات جايات. الركشة مهمة، ركشة بمعنى مثل الستوتة احنا قلنا الركشة والاندر جراوند المترو، وخذنا ذني قلنا بان اول وحدة المنار والثانية راح يصير هذا نمبر 2. زين هذا نمبر 2 وهنا التايم راح يصير التايم الثالث، الثالث يا هو نمبر، فنحفظ بانها هي شو تصير ام بي تي. هذا التسلسل مال من مال ظروف، تحفظينه هيك تسلسل الظروف شلون تحفظينه، بان اول واحد يا هو المنار، ثاني واحد البلايس، وثالث واحد التايم، هيك تسلسلهن. الظرف مالت الفريكوانسي ظروف التكرار ما علينا بها، تجي بالبدايه قبل الفعل الرئيسي اذا اجى فعل رئيسي، واذا مساعد بعد الفعل المساعد. ناخذ لنا الجملتين وعدش تمارين موجوده بصفحه 88 مهمه جدا، الاي والبي تحفظين الموجودات، الاي والبي مهمات. احمد ديد، ايش منطينه؟ احمد ديد يسترداي ويل ان ذا اكزام. اوكي ايش نختار؟ نختار هاي لو نختار شني ان ذا اكزام يسترداي ويل، ويل ان ذا اكزام يسترداي. هسه نجي اول وحده ندور عليها الحال، يا هي اللي بدت بحال اول ما نجي، يا هي اللي بدت بحال عم بدت بتايم ما علينا بها، اذا هاي خطا قبل نجي هاي شني خطا. هذا القلم شويه يوقف. زين اول وحده يسترداي بدت بتايم ما علينا بها، قبل نحذفها ما علينا بها ولا نفكر بها. الثانيه هسه لحد هنا اوكي. زين هاي بدت بمن؟ ان ذا اكزام، هم ما علينا بها، يعني حددت هي قالت بمن بان يسترداي ان ذا اكزام، مو ان ذا اكزام بي مو منر، هذا المنر. اول وحده بدت بمن؟ بويل، قبل هاي اول وحده راح نعتبر هاي بدت بمن صح. زين شنو الاجي اجتي بعدين شنو هنا مكانه شنو هذا والتايم الوقت، يعني اجت بمن؟ ويل ان ذا اكزام يسترداي، يسترداي اجت اخر وحده. زين ومكان الامتحان وشني ويل، يعني انا ايش سويت بشكل جيد في الامتحان. زين ويل ان ذا اكزام يسترداي، طبعا هي تعتبر بانها اجت ويل وان ذا اكزام يسترداي، نعتبرها هذا ايضا وقت امتحاني. زين ات رين، تمطر، وين تمطر؟ ايش منطينا هسه؟ هذا شنو مكان؟ زين هذا لاست نايت وهافلي. زين اذا نجي نرتبهن يا هو نحط اول واحد، اول ما نحط هذا الهافلي، زين البي ال واي هافلي يعني بغزاره، ات رين هافلي. زين وين المكان؟ وين تمطر؟ الثاني راح يصير هذا نمبر 2 عند بغداد، و لاست نايت راح يصير الثالث. فش راح يصير؟ ما عندي مجال اكتبها، راح يصير ترتيبها هنا راح اكتبها الك هافلي شني هافلي ان بغداد. اوكي شني عندنا؟ لاست نايت، واضحه ماشي؟ هسه كتبتها بس رتبتها، بس انتي تترتبيها هو يصير مجال، بس لازم شوية القلم نسيته على مود التصوير ما يصير واضح. هي شي ريسيف، هو ريسيفد هير سان. اوكي ريسيفد هير سان شني ات ايربورت يسترداي هابلي، اول واحد يا هو نختاره نجيب يا هو الحال، اول واحد الحال نحدده، هذا اول واحد هذا نمبر 1 حدد جوه، خاف صار هنا بالنسيته بالفراغ. يسترداي التايم هذا يجي اخر واحد، يعني هذا الثالث قبل، نقول هذا الثالث، والايربورت هو المكان قبل هذا يا هو الثاني. فش راح يصير؟ راح يصير ترتيبها هابلي، هابلي مو هابلي،
اماراتي شبشن طالباتنا بين هابلي وهابلي. هابلي معناتها بسعاده او سعيد، اوكي، يعني هو شني received her son، يعني استقبل ابنه او استلم ابنه شني بمن بي happily بسعاده وين بالايربورت yesterday، اوكي زين. فهنا شني ميز بين heavily بغزارة heavily، زين. هنا بس التغيير نفس التغيير بالنسبه للواي، يعني هاي heavy heavy انتهت بواي وهاي هم انتهت بواي، قلبنا الواي الى اي، خذناها بالدرس السابق زين. فاول ما نجي شن حاط نحط ظرف الحال اللي ينتهي بالواي او مثلا باي باس باي كار، اوكي، وبعدين الثاني المكان واخر واحد التايم. هسه ماي فريند سينك صديقي يغني، شلون يغني؟ ات ذا كونسرت، هذا مكان كونسرت معناته حفله موسيقيه. ويل ولاست نايت، اول ما نجي هنا ناخذ الويل اللي هو بشكل جيد، بعدين ناخذ المكان نمبر 2، وثالث واحد يا هو last night. انت بالامتحان مو ترتبيه انك تعطينا رقم، لا انت تعيدينه، يعني تحطينا راسا بالفراغ well، تنزلين well، بعدين تنزلين at the concert و last night. واضحه ان شاء الله؟ فشلدرن happily هاي ماخوذه من التمارين مالتنا الموجوده بصفحه 88. اول وحده خذتها نزلتها لك وجايه وزاري. The children happily played in the garden all day. شلون ارتبها هاي؟ اول ما نزل لك الفاعل، الفاعل هو the children. وين بلاي؟ زين، عندنا usually، عندنا ماكو، اوكي، ما عندنا usually. اذا شن ننزل راسا نقول the children، نزلناها children. شن ننزل الفعل played، نزلنا الفعل. شن ننزل وراها بعد played؟ اول وحده ننزلها الهابلي، اوكي، هابلي ليش؟ لان تعتبر شني حال هابلي نزلتها. وين المكان؟ in the garden، in the garden، نزلت garden. واخر وحده all day، كل اليوم يعتبر وقت. زين، تبقى عندك حلها هاي تنزلي لي اياها بالتعليقات ايضا، بس راح ادللك عليها. شنو وين الفاعل؟ هذا هسه هنا عندنا الوي الفاعل، اول ما تجيبين وي، وموجود عندك بالتمارين صفحه 88. اذا تريدين يعجبك نزلي لي بالتعليقات وانا اصححها لك ان شاء الله. اول ما نجيب الوي ننزلها، وش تنزلين بعد؟ تنزلين الفعل، بس قبل لا تنزلين الفعل اكو ظروف تكرار، اذا اكو ظروف تكرار قبل نزلي ظروف التكرار يلا بعدين، ورتب الجمله حسب ما رتبتها اليك وان شاء الله واضحه. نعيدها اعاده سريعه، قلنا ظروف التكرار هاي الفريكوانسي، وين مكانها؟ فعل رئيسي قبل الفعل الرئيسي، هذا ظروف التكرار. فعل مساعد بعد الفعل المساعد. زين، هنا عندنا جمل يدللن على نفس اللي حكينا. زين، ظروف الحال المنار، المنار تجي راسا بعد الفعل الرئيسي او بعد المفعول به. يعني هسه مثلا الي درايفز، ايش نختار؟ نختار قبل ظروف، هذا الظروف، هاي الصفه ما نختارها، خطا. زين، هنا يو شود سبيك، شنو عندنا؟ شو استخدم؟ عندك كلمة واي إذا لقيتيها قبل هذا حال، خاف يجيب لك إياها. إن فريندلي واي، إن إن فريندلي واي، أكو عكس فريندلي، إن فريندلي، يعني بس يحط شني؟ يحط يو أن وفريندلي، هاي جاية وزاري، هم واي نحطها، أوكي؟ يعني شو تصير؟ إن إن هنا يو أي شني؟ سوري، إن in a friendly way، اوكي، يعني شنو قلنا؟ شنو نستخدم هنا؟ شنو نستخدم؟ in a friendly way، وهنا شنو؟ هذا المعاكس مال friendly. friendly شنو نستخدم؟ you and نحطها، يعني شو تصير؟ in a friendly way، بطريقه غير ودوده، اوكي. هسه هنا البليس، ايضا البليس قلنا نستخدم لها للسؤال عنها بمن بالوير، واذني اللي شغلات اللي يدللن على المكان، الهير والذير، ات سكول، ريستورانت، ميوزيوم، بغداد، ناصريه، اني
countries or city اي بلد او اوكي. ومرات اكو اشياء عندنا بوزيشن حروف جر تدلل مثل تو تو ذا ان ذا اون، هذني يدللن على اليمن على البليس. وقلنا هذا ثاني واحد زين. بالنسبه لي التايم، التايم الوقت او الزمن زين. الزمن ظرف الزمان، ظرف الزمان شنو عندنا؟ ظرف الزمان مثل 7 اوكي.